رئيس جوق محمد العربي 89 من معهد الموسيقي ورئيس مؤسسة محمد أمين الأكرمي للحفاظ على التراث الموسيقي الأندلسي. نحن جد سعداء بالوجود ديالنا في المنزل ديال رئيسة جمعية الفنون والثقافة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونحن سعداء بهذا إحياء الذكرى العزيزة على قلوبنا وهي ذكرى سعيد الشباب المزيد. وحقيقة كانت واحد الليلة جد متميزة، واللي افتح الصراع وهو يعني الشباب والمستقبل، اللي افتحوا الصراع هو جوق شباب محمد العربي 89، وهذه هي يعني المزايا اللي كتحلى بها مدينة الفنون وهي مدينة تطوان. مدينة تطوان مرتع خصب لجميع أنواع الفنون، ولكن بما أن الذي نحن بصدده الموسيقى الأندلسية فجوق الشباب واللي افتح الصراع وكملنا حنايا الجوق باكمله. وانت كتشوف الناس حجوا من فاس ومن طنجه ومن الدار البيضاء، وانا جيت سعيد بالوجود باعضاء من الجمعيات هواة الموسيقى الاندلسيه من المغرب اللي حضروا في هذه الامسيه في المنزل ديال رئيسه الجمعيه. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن الظن الضم مهتمين بهذا التراث اللي كنفتخروا به كاملين ان شاء الله. مساء الخير، معكم نعيمة أبارودي، رئيسة الفنون الثقافة المغربية. كنضموا واحد الحاف اللي حنا والأستاذ الأمين أكرمي مناسبة عيد الشباب. الله يبارك في عمر سيدي والله يطول في العمر سيدنا مؤسس محمد أمين أكرمي للطرب الأندلسي باسم ديال جوق محمد العربي 89. وكنتمنى يكون الحفل مزيان. الله يبارك في عمر سيدي والله يطولنا في العمر ديالو. شكرا جزيلا، الله يحفظكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.